على وقع الترانيم السريانية واحتفاء باليوم العالمي للغة الأم، أقامت مطرانية حلب وتوابعها للسريان الأرثوذكس أمسيات حروف من نور ضمن خطة المنارة في احتواء وصون التراث السوري المادي واللامادي، نظرا لما يمثلانه من ركيزة في الهوية الوطنية وتشجيع رواد المنارة على العودة إلى جذورهم الحضارية وصونها. اليوم كلياتنا فرحنا برسيتال باللغة السريانية والألحان السريانية الأصيلة، ألحان ولغة سورية الحبيبة. كان رسيتال مميز، اشتركت فيه كل جوقات أبرشيتنا السريانية الأرثوذكسية بحلب، أكثر من 130 طفل وطفلة وشاب وصبية وحتى سيد وسيدة. اللغة هي أحد ركائز الهوية الثقافية، ونحن بهي المنارة أحد الشغلات اللي بنشتغل عليها هي صون الهوية الثقافية من خلال صون العناصر التراث المادية واللامادية. فلهيك اليوم نحن واجبنا نكون عم نحتضن هاي الفعالية بمنارتنا لحتى نكون عم نصون اللغة اللي هي أحد ركائز الهوية المنطقة. فعالية حروف من نور بأيامها ثلاثة أبرزت دور اللغة السريانية وحضورها في الأدب والتاريخ والموسيقى كجذر مهم بنيت عليه مختلف الفنون واللغات بالأخص القدود الحلبية. اليوم كان موسيقي بامتياز، واليوم الثاني من فعالية العيد العالمي للغة الأم حروف من نور. اليوم الأمسية كلها مع التراتيل والألحان اللي تقدمت هي تحية لروح الموسيقار السرياني السوري نوري اسكندر. نحن بدنا ورجيها شو بدنا، حفز لغة وبدنا حفز فولكلور يعني تراث السريانية. رسالة أكبر إنه نحن لغتنا السريانية وألحاننا السريانية طلعت من سوريا ونحن بقيانين، وبنفس الوقت فرجينا شلون إنه المقامات دائما بتتعاقب مع الأجيال وبتتعاقب مع الحضارات، ونشكر الله قدرنا نكمل هالرسالة. اللغة السريانية امتداد لأعرق الحضارات القديمة مترابطة مع دول المنطقة، لا سيما سوريا حاضنة اللغة السريانية وإحدى أهم نقاط انتشارها حول العالم. قناة سما الفضائية، كنان علوش، حلب الشهباء.